أخرى نعود إلى المدينة القديمة متتبعي قناة أنفاس بريس بعد كارتيكوفا. غادي نحط الريحان من جديد في حي من أحياء هذه المدينة. الأمر يتعلق بدرب الجران. علاش تسمى درب الجران؟ وشكون هما أهم الأسماء اللي خرجت درب الجران وأهم القبائل اللي استقرت فيه؟ كل شيء هذا الشيء غادي نعرفوه مع سي بوشعيب اللي غيحكي لنا حكاية درب الجران وقصة الجران مع الدرب هذا. درب الجران اشني علاش تسمى بهذا الاسم؟ درب الجران تسمى بهذا الاسم لان حسب الاجداد ديالنا وحسب التاريخ فعلا ان درب الجران سمي بهذا الاسم نظرا لمرور واد بوسكورة في الجانب ديالو، وبالتالي كون مستنقعات، وهذه المستنقعات كانت مملوءه بالضفادع، وهذاك النقيق ديال الضفادع كان يسمع عن بعيد، وبالتالي اطلق على هذا الحي هذا او هذا الدرب بدرب الجران. شنو الواد اللي كان ديز بحدا درب الجران؟ الواد اللي كان ديز هو واد بوسكوره. يعني كان تيجي من بوسكوره من بوسكوره داز على درب غلاف، تيدوز على درب غلاف، كان تما جناب الجلون كان لما تما، ثم كان تيهبط على المعاريف وكيهبط حتى كيوصل لدرب الجران، وبالتالي كيتكب في البحر. وكان بعض المنابع ديالو كانت في مريزيكا، كيخرج محلو في مريزيكا، راه باقي الان تقريبا في بعض الجوانب محلو، وكيخرج حتى لواد قوقاو في عين الدير. اهم المعالم تاع درب الجران؟ اهم المعالم درب الجران هو تكون اولا من قبائل، افضل القبائل اللي جات لدرب الجران ذاك الوقت هما قبائل متنوعه، منهم تكالا، عبده، تادله، منهم بعض القبائل اللي هلاليين او ما يسمى بني هلال، مصاب وتادلك كذلك، نعاود هذا الاسم هذا، وبالتالي كون وكذلك سواسه اللي جاوا من سوس، بعض الناس جاوا من الصحراء، بعض الناس جاوا من مراكش اللي سكنوا في الديغيتو، ديغيتو في درب الجران، هما الان راه تبناو، وبالتالي درب الجران عنده معالم. المعلمة الاولى كاينة العوينة الحارة ديال با عبد الله الله يرحمه، اللي كانت البلدية كتاخذ الماء من تما باش تسيق الشوارع وتسيق الأزقة، وكذلك من المعالم ديالو السور الجديد اللي هو كان بناء برتغالي، استعمار برتغالي بناه، ولكن ملي جات الحماية الفرنسية عاود فتحوا واحد جزء منه، وبالتالي بناوا تكنه عسكريه ديال الجيش الفرنسي، ثم تكنه اخرى ديال البحريه الفرنسيه اللي دابا ولات لامارين رويال ولا الجيش الملكي بطبيعه الحال. المعلمه الاخرى هي السينما الرجاء اللي تبنات 1965، وقبل ما تكون سينما كانت مغازة ديال الليمون ثم مغازة ديال الخشب، وبالتالي من بعد ولات سينما. هذه السينما عندها تاريخ بان الشباب اللي عاش ديك الفتره ديال الستينات كانت عنده ذكريات معها، خصوصا مع الافلام الهنديه، مع الافلام المصريه، وبالتالي السينما الرجاء ملي تحلات في 65 بدات اعظم فيلم بان في ديك الفتره هو سبارتاكوس، ودارت معاه فيلم اخر لا كولين دي زون بيردو ديال شون كونر اللي مات هذه الايام هذه. السينما الرجاء معلمه من معالم ديال درب الجران، ولو انها جات متاخره، هي الان للاسف تسدات، وبالتالي ولات دي ماكازان ديال لي فواتير، تيصبغوا فيهم لي فواتير وكيصلحوهم الى اخره. من اهم المعالم الاخرى عاوتاني كاينه؟ من اهم المعالم كان الشوارج ديال الماء اللي كانوا ملاصقين مع السور الجديد. انا كنتذكر كنا باقيين ذاك الوقت صغار وكنا كنجيو هذوك الشوارج، بعدا بناتهم الحمايه الفرنسيه، الجمراحيد على اليمين والجمراحيد على اليسار، الوسط كانوا شوارج كبار وشوارج صغار، وبطريقه هندسيه رائعه كانوا الناس ديال درب الجران كيصبنوا الحوايج فيهم وكياخذوا منهم الماء. ذاك الوقت ما كانش انابيب ديال المياه في البيوت، وبالتالي
كان منبع للحياه هذوك الشوارج هذوك. وكذلك كانت الساحه اللي حدا الشوارج كانت واحد الساحه تما تلعبوا فيها الدراري الكره، وكانت واحد النخله تما كتسمى النخله ديال لاله هنيه. المعتقد السائد ذاك الوقت هو ان لاله هنيه راه شريفه وراه كذا، كانوا العيالات تعلقوا عليها دوك التمائم وعلقوا عليها بزاف ديال الاشياء على اساس انها راه كتعطيهم الحظ. من بعد تحيدات هذيك الشجره الان وداروها هذاك المكان، رجعوه مكان ديال الدلاله ديال لي بيسيكليت ذاك الوقت في الستينات، وبالتالي بقى ذاك الوضع كيتدهور الى ان وصلت اليه لهذه الحاله هذه اللي هي حاله كارثيه اصلا. من بين المعالم الاخرى اللي غنتكلموا عليها هي واحد السكن كاين جانب ديال الجوطيه ديال ضرب الجيران، كنقول احنا دار كابيتان لان ولد السيد اللي كان ساكن تما عبد الحق كان نافيغاتور، وبهذا اللقب خدناه بانه كابيتان. له الفضل في انه هذيك الاقامه دار لها مدفعات وحلق عليها ودار لها واحد النوع ديال الديكور رائع جدا. وحسب ما يحكى ان هذاك السكن هذاك كان كيسكن فيه مسؤول فرنسي كبير. هضرتي لنا على السور الجديد ولكن ما هضرتيش لنا على السور القديم. السور القديم هو السور ديال المدينه القديمه، هذاك هو اسمح لي هو اللي محيط بالمدينه القديمه، هو اللي محيط بالمدينه القديمه، وكيضرب حتى السقاله وكيضرب حتى الباب مراكش والباب الكبير اللي كنسميه حنا وباب الرخاء كاين الداخل، وكيدور حتى كيوصل للبازارات. هذاك هو السور القديم دخل فيه المدينه القديمه. اما السور الجديد هو هذا اللي قلنا حنا قبيله اللي بنوه البرتغاليين، وكان كيحيط بواحد الدائره معينه منها الجوطيه وكذا. هذوك البرتغاليين بنوا لحمايه اماكنهم من المقاومه المغربيه اللي كانت سائده انذاك. اي درب من دروب المدينه القديمه الا وتفتخر بالابناء ديالو، فهمتي؟ درب الجيران اش خرج لنا درب الجيران؟ درب الجيران فعلا افتخر خصو يفتخر، وكيفتخر بانتاج بزاف ديال 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 الفعاليات. اولا خرجوا منه اساتذه، خرجوا منه مفكرين، خرجوا منه ضباط كبار في الجيش وفي لامارين، رياضيين منهم بهادي، منهم الشرقاوي ديال راك وخو احمد، منهم عشا ديال الرجاء كذلك، ومنهم الكثير من اللاعبين اللي كيفتخر بهم هذه الحياه هذا. بالنسبه لليهود المغاربه اش كانوا تيستقروا تما؟ نعم، ضرب الجيران سكنوا فيه اليهود، سكنوا فيه اليمنيين، سكنوا فيه الجزائريين، هادو هما اللي كنتذكر انا. تقريبا كان معنا هنا في درب الحمام كان جزائري واسطي اسمه الدباح، وكان دومي سونتر كيلعب مدافع ديال الفريق الوطني الجزائري. كذلك في اليمنيين كان في الواد لتحت كنسموه ديك الهبطه بالواد، لان تما كان واد بوسكوره، واحد اليمني تما كان مشهور بتربيه الدجاج كان ساكن بوحده. كذلك الكثير من اليهود اللي كانوا مستقرين في ضرب الجيران. شكرا سي بوشعيب. متتبعي قناه انفاس بريس هكذا عرفتوا بقصه حكايه قصه تسميه ضرب الجيران. نلتقي في حي جديد وتسميه جديده سيدي ان شاء الله.